بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله في الفيديو ده هنبدا نشرح ازاي بندخل على كلاس روم ومنه ازاي بندخل على اللينك بتاع الامتحان. مبدئيا بنيجي داخلين هنا هنكتب كلاس روم، هلاقيها مثلا ظهرت لي كده، نيجي داخلين عليها. نيجي داخلين على اللينك الاول او اول حاجه، ده بيسال لي هو عاوز يدخل، انت عاوز تدخل باي ايميل. لو انت مش مسجل هتبدا تسجل بالايميل او تشوف الايميل اللي انت عاوز تدخل بيه. يفضل ان الايميل بتاع اللي انت هتدخل بيه يبقى الايميل بتاع الجيميل اللي انت مسجل بيه على الموبايل عشان الاشعارات بتاع كلاس روم. بيسالك طبعا هنا مش هيبقى ظاهر لك حاجه زي كده، تمام، هيبقى مش موجود اي حاجه. لو اول مره تدخل على كلاس روم هتيجي داخل على علامه الزائد، تقول الانضمام للصف. طبعا انا هكون باعت لك الرمز بتاع الفصل الدراسي اللي انت هتدخل عليه، تيجي داخل على الرمز طبقا للسكشن بتاعك. واكتب انضمام وادوس على انضمام. هيجي مدخلك على الصفحه اللي انت المفروض تدخل عليها. هتلاقي هنا توضيح للامتحان، مثلا الامتحان بتاعك هيبدا امتى، والمفروض تبقى موجود على المنصه هنا الساعه كام عشان تبقى متابع اللينك هينزل امتى، تمام. طبعا الامتحان بينزل بوقت معين، يعني بقول لك خش مثلا الساعه 10، الساعه 10 و10 الامتحان بيقفل وما بتقدرش تبعت النتيجه بتاعتك او الاجابه بتاعتك. ولكن مثلا ده شكل الامتحان، يعني ده اللينك اللي انا هدخل عليه، بتجي دايس عليه كده، بيجي مدخلك لفورم بالطريقه دي. بيقول لك ان المطلوب لازم تكتب الاسم والسكشن، فهنكتب الاسم مثلا، هيبقى مطلوب الاسم رباعي وليكن مثلا احمد، والسكشن وليكن، تمام. طيب بعد كده تبدا التحل بتاعك، بيقول لك ان كل سؤال عليه نقطه، مثلا ده 1+1=2، 3×4، تخيل ان السؤال ده انا مش عارفه، ودوس 3 مثلا، تمام. في الاخر المفروض بتدوس ارسال. خلي بالك ان الساعه تحت هنا مثلا 1:37 دقيقه، انا ظابط الامتحان ده المفروض هيخلص بالظبط او هيقف الساعه 1:40 دقيقه، تمام. طيب دلوقتي لو انا ارسلت هتترسل معايا لان انا لسه قبل الوقت بتاعي، هيقول لي لقد تم تسجيل ردك، ولو عاوز تعرض النتيجه هيعرض لك النتيجه، تمام. بيقول لك ان السؤال ده جاي فيه 1/1، السؤال ده جاي فيه 0/1، والاجمالي النقاط 1/2، تمام كده خلاص ما تبعتش حاجه تاني. طيب نتخيل معانا، تعالى بقى نجرب حاجه تاني كده. طبعا انت الحاجه اللي هتبعتها اول مره هي اللي هتتوافق عليها، اي رد هتتبعت بعد كده مش هيتوافق عليه. هنفترض بقى ان احنا جينا واحنا بنحل، يعني مثلا كتبت اسمي وكتبت سكشني، وجيت هنا حليت مثلا دي 2 ودي 12، تمام، وحليت كل حاجه صح، لكن الوقت سرقني وما لحقتش اخلص الامتحان بتاعي، تمام. فمثلا هنستنى هنا لحد ما الساعه تيجي 1:40 دقيقه، ونستنى بعديها بشويه ونحاول نرسل، هنشوف ايه اللي هيظهر لنا. 1:40 دقيقه بالظبط لو جيت بعت ارسال هيقول لك this form is no longer accepted responses and has been set to be automatically، يعني هو الفورم بتاعتك دي مش هينفع تتبعت، خلاص مش هيتوافق عليها، تمام. فعشان كده انت ما تحطش نفسك انك تيجي حالل وتبعت بعد الوقت ده، لان بعد الوقت ده مش هيتم استقبال اي ردود نهائي، تمام. فوانت بتحل تبقى حاطط عينك على الساعه تحت عشان الوقت ما يعديش منك.